ده التعليم العالي، تعليم ما قبل الجامعه. النهارده في تصريحات في غايه الاهميه طلعت ان بكره هيكون في مؤتمر صحفي، مش لوزير التعليم بقى، لا لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف. بكره الخبر ده الناس كلها عايزه تعرف ايه اللي هيحصل بكره او ايه اللي هيتم عرضه بكره. هل ده ليه علاقه بانه امبارح كان اعلان نتيجه الثانويه العامه للمره الثانيه، ولا ده ملوش علاقه، ولا ده ليه علاقه بالهيكله هذا النظام؟ انت بتتكلم اولى ثانوي الناس عايزه تعرف راسها من رجليها، ثانوية عامة الناس عايزة تعرف راسها من رجليها، لأنه اللي حصل ده الحقيقة يعني كان غير مسبوق، يعني في المأساة بتاعته كان في يعني مسؤولية الحقيقة كان يتحملها الوزير السابق فيما حدث، والناس عايز تفهم راسها من رجليها. حق الناس، حق الناس جدا، حق أولياء الأمور، حق الطلبة. أنا النهاردة فاضل لي تقريبا شهر وشوية والدروس خصوصية بدأت، ومش مش هنجامل بعض ونقول كلام غير على أرض الواقع. في دروس خصوصية، في طبعا دروس خصوصية بتتحجز، والناس المدرسين بدأوا الدروس الخصوصية. طيب هل بكرة يبقى في كلام جديد ليه علاقة بالمنهج، ليه علاقة بكثافة الفصول؟ ده المعلن، لكن ما هو غير معلن؟ هل المسألة محتاجة هيكلة واضحة؟ ان النهارده لو كمان شهر او اقل من شهر وابني او بنتي بدات اديهم دروس، هل في مناهج هتتغير، في مواد هيحصل لها؟ يعني الناس من حق الناس تفهم ايه اللي بيحصل، وهل عند حد عنده اي خبر عن اللي هيطلع بكره او اي تصور الهيكله هتحصل بشكل عامل ازاي؟ خليني ارحب بالاستاذ رفعت فياض. استاذ رفعت مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عز، اهلا بيك. ايه اللي هيحصل بكره؟ هو في ظل الشفافيه اللي بدات الحكومه تتبعها دلوقتي في التواصل مع المواطنين، اللقاء بكره اللي هيتكلم فيه السيد رئيس الوزراء ايضا ووزير التربيه والتعليم السيد محمد عبد اللطيف، هيتناول جزئين بالشرح والتوضيح. الجزء الاولاني وهو خاص بما حدث في تعديل نتيجة الثانوية العامة، وهذه الواقعة الخطيرة التي تحدث لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة. نعم. وأربكت المشهد تماما الجامعي كله تماما، وأيضا أربكت العمل في نظام مكتب التنسيق من الناحية الشكلية. نعم. من الناحية الشكلية عشان أطمئن أولياء الأمور والطلاب إن ما حدث في تعديل نتيجة الثانوية العامة وإعداد نتيجة جديدة خالص لن يؤثر على الطلاب بالسلب اللي تقدموا في مكتب التنسيق في طوال الساعات الماضية قبل إعلان تعديل النتيجة. اللي حصل يا أستاذ عزة في مادة الفيزياء كما نعلم السؤال 4، لا أنا يعني أقصد عفوا محتاجة حضرتك فيما هو أفيد من اللي حصل في السؤال، تدي عنوان إيه للي حصل في الثانوية العامة السنة دي؟ لا هو إهمال جسيم، إهمال جسيم، ويتم محاسبة من تسببوا فيه. طيب وهل بالفعل من تسبب فعلا هيتم حسابه يا أستاذ رفعت؟ الناس عايزة تعرف الربكة اللي حصلت في مصر امبارح وتبعيتها ما زالت شغالة، هل فعلا الناس دي هتتحاسب؟ بلا شك قرار الوزير كان واضح، وزير التربية والتعليم إحالتهم جميعا للتحقيق، سواء من استدعى الأسئلة من بنك الأسئلة واللي تم تحديد الأسئلة اللي هتبقى في مادة الفيزياء، ومن راجعها، ومن وضع الإجابة النموذجية ووضع خطأ أن الإجابة رقم السؤال رقم 34 بخبرتك بقى أستاذ رفعت رجيم وليس به أستاذ رفعت، بخبرتك يوم الامتحان شايف الناس دي هيبقى عقابها ايه؟ هل هو اداري وخلاص واللي حصل حصل؟ ايه العقاب؟
لا يعني احنا مش هنسترق الاحداث لان دي واقعة تعتبر الاولى من نوعها استاذ عادل. تمام. طيب يبقى بكره رئيس الوزراء سنوية اعلنت واعتمدت ثم عدلت مره اخرى. العقاب ده لسه ما اتوجدش لانه ما كانوش بالضبط. اللي حطوا العقاب ما كانوش متخيلوا ان احنا هنوصل للمرحله دي. استاذ رافعت دي جزئيه، ايه تاني بكره هيناقش او هيطرح عفوا؟ رئيس الوزراء مع وزير التربيه والتعليم هيتم في هذا اللقاء طرح الرؤيه التي انتهى اليها وزير التربيه والتعليم في التعامل مع ملف التعليم خلال المرحله المقبله. سواء بالنسبه لموضوع كثافه الفصول وهيعرض بكره الاقتراح او ما توصل اليه اللي هو ايه؟ ان المدارس الثانوي، انت عارف حضرتك المدارس الثانوي فتره واحده. ايوه. فهيبدأ المدارس ذات الكثافة العالية سواء الابتدائي أو الإعدادي يعملها فترتين. المدرسة الكثافة العالية دي المدرسة دي يفكها ياخد نصها ويخليها في المدرسة الثانوي فترة صباحية ويحول المدرسة الثانوي إلى فترة مسائية. يبقى أنا خلقت مدرسة جديدة في مبنى المدرسة الثانوي ده لحين بناء مدارس جديدة واستكمال، وده هيتطبق من كمان شهر في العام الدراسي الحالي. ترتيبه ممكن يكون بسهولة شديدة جدا وفي خلال أسابيع قليلة، لأن هي مجرد اتخاذ قرار إن المدرسة الفلانية نصها يجي فترة صباحية في المدرسة الثانوية القريبة اللي مجاورة تماما للمدرسة الثانوي، وبالتالي أنا زودت الاستفادة من مبنى المرحلة الثانوي. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين في المدارس الإعدادي اللي صعب إن أنا أوجد بديل لهم في كثافة، فمن ضمن أطروحات ما يسمى بالفصل الطائر. فصل الطائر ده أو المتحرك اللي مالوش مقر ولا حاجة، أنا أي وقت يفضى فصل في أثناء اليوم الدراسي طوال اليوم الدراسي في المدرسة ببدأ أنقل الفصل ده من مكان لمكان، وكان المهم أوجدت فصل جديد. ده أنا لما نقل من مكان لمكان هتبقى الحصة خلصت. لا، ما هي داخل المدرسة الواحدة. هو النظام اللي حضرتك بتقوله قدامي أنا بقلل من حجم المشكلة. يا أستاذ رفعت، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده الناس قعدت ودرسته وليه مرجعية حصلت في دول تانية كانت بتحل الأزمة بالشكل ده، ولا دي كده فكرة جت لحد فقال نجربها؟ لا ده كلام مع السيد الوزير محمد عبد اللطيف وفي اللقاء بيني وبينه شخصيا اداني الانطباع هذا وهذه النتيجة. يعني دي فكرة سيادة الوزير الجديد، والتقى مع مديريات المحافظات كلها واستمع إلى آرائهم في كيفية حل مشكلة الكثافة أو التقليل منها. طيب، يمكن دي أهم نقطتين، هي فكرة ما حدث بشكل غير مسبوق في نتيجة الثانوية العامة، ويا رب تكون دي بقى يعني المرة دي آخر إعلان، يعني آخر نتيجة، ما تحصلش نتيجة تالتة للثانوية العامة ويحصل تعديل تاني في الأوائل. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض، كلمنا عن لقائه بوزير التعليم وقال له هو بيفكر في ايه زي ما سمعنا في كثافة الفصول. خلينا اقول لحضراتكم لانه قضية مهمة بتهم الناس كلها، يعني حتى اللي ملوش حد في الثانوية العامة كان قاعد بيتابع اللي حصل امبارح.